أوه صباح الخير، أصبحنا وأصبح الملك لله. اليوم أحلى يوم بالعالم، لأنه اليوم أول يوم عمل لإلي. تم توظيفي إنه أنا أكون حارس لهذا القصر العملاق، يعني لهيك أنا لبست هذه البدلة الحلوة وبدي أجي أوقف في هذا المكان. هاي هاي، أنقذني أنقذني، أنا سامع صوتك بتحكي، تعالوا أنقذني. إيه شكله في حدا بداخل القصر بده مساعدة أو لا؟ مستحيل. هاي مين اللي بتكلم؟ هي انا واقع في هاي الحفرة ورجلي بتوجعني كتير ومش عارف اطلع. ايه ساعدني ساعدني يا عمو يا عمو. ايه بدك ايانا اساعدك؟ استنى شوية، انت موجود عند القصر تاع الرئيس وممكن انك انت تكون رجل شرير يعني، وانا لازم احرس هذا القصر. لا انا لا ما بدي اساعدك. هي انا مش شرير، انا طفل صغير يعني مش شايفني، عمري انا سنتين ونص. سنتين ونص؟ طيب بدي اساعدك، ولكن اوعك تدخل على القصر من مرة، بتضلك راي على منزلك. يلا اثبت اثبت في مكانك. بيو يلا. وي يا سلام، شكرا لك يا عمو. بي 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 بي. واو شو هذا القصر، والله شكله حلو كثير. استنى استنى، ممنوع تدخل هذا القصر. يلا يلا على على منزل. ايه يا ويلي، تعال لهون شو بتعمل. وي هي انت مش انت حارس؟ طيب مين بنى هذه الحفرة العملاقة الرائعة؟ والله ما بعرف شو هذا الحفر. هي انا اول مرة يعني، هذا اليوم اول يوم عمل لإلي. هي اخرج من هذا المكان قبل لا يطردوني من العمل. ما بدي اطلع ما بدي، خليني اشوف. واو انا بعرف هاي الفتاة، هاي الفتاة اسمها شفشف شفا شفا. يا ويلي اطلع كمان، هاي في وحدة لونها ازرق وواحدة لونها برتقالي، وهي هون هيك كأنه نار وهادي كأنه مية، وتطلع هاي البلوكات هاي. هي خلص انت راح تخليني اغضب، تعال لهون تعال اخرج. ما بدي ما بدي، هاي ما بدي اطلع، توقف توقف. وي توقف لا تضل تسحبيني. اي يا ويلي بدي الان اطلعك من هذا المكان، خليني بدي اصطادك، اوعك تضغط على الزر وتهرب. تعال ما بدي اطلع ما بدي اطلع، لا 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 خليني اطلع. يا ويلي اثبت. تعال تعال ضغط على الزر هذا ولا شو صار. هي لزق في مكانه والله. انا مش عارف شو اللي بصير. هي ساعدني، عقلي اتجمد عقلي اتجمد. اي بسم الله شو اللي صار. هي انا علقت في هذا المكان، خليني بسرعه بدي احط البلوكات وبدي اضلني طالع. نعم بس غريب والله كيف ضغط على الزر وانتقل. استنى شويه، لو دخلت انا على الحفره الثانيه هاي ضغط. نعم بدي اضغط، هوني في جليد وشكله هذا الجنه ضد النار، انا بدي اختار الجنه. نعم يلا خليني الان بدي اضغط على الزر. 1 2 3. ايه هين انتقلت، يا الله شو هذا المكان اللي انا فيه. استنى شويه، حاسس شكل ايدي تغيرت والله، وشكلي كمان تغير. هي وصوتي وكل شيء، صرت انا عبارة عن فتاة وانا بمكان مرتفع كتير عن سطح الارض يعني. يا الله شو بدي اسوي انا. هي انا موجودة على كوكب لونه ازرق، وهي هوني في كوكب لونه في الوان غريبة عجيبة. هي ساعدوني النجدة. يا ويلي وي 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 وي، يلا 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 يلا، انا هو رجل الماء رجل الماء. ايه شو هذا؟ مين انتي؟ ايه انا صراحة عبارة عن رجل يعني، انا حارس هذا القصر الابيض تاع الرئيس الامريكي، ولكن قفزت بحفرة كان عليها صورة فتاة اسمها شفا وفجأة تحولت لهذا الشكل. واو شفا 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 الماء انتي، تعالي تعالي معي يا شفا الماء، انا ببحث عنك من زمان علشان عندك مهمات لازم تسويها. مهمات لازم اسويها؟ استنى شوية. نعم هذه هي الفتاة اللي انا كنت شايفها. يا سلام كيف راكبة على الموز العملاقة، وشو بتعمل هوني؟ استنى هاي مثل شكلي، يعني انا تحولت لشفا. ايوة انت تحولت الى شفا الماء، وانت الان شف شف شفا الماء. هي تعالي تعالي شفا الماء، انت بتعرف تقرأي؟ انا ما بعرف، خلينا اجرب اقرأ. الحلا فليكا فجتا. هي ما بعرف اقرأ، انت جربي. استنى جرب. 1 يعني الرقم 1، تجفيف البحيرة. هي ما هذا شكله شغلات غلط. رقم 2، تجميع 5 حبات من الدايموند. هي انا بدي اغادر، ما بدي اسوي هذه التحديات. ياي يا سلام، من زمان انا ببحث عنك علشان تقرأي، لانه انا ما بعرف اقرا. يا سلام انت الان بدك تسوي المهمات، تعالي تعالي. هاي البحيره، هذه البحيره ايه كوكب في داخل بحر يعني بحيره صغيره. طيب كيف بدي اجففها؟ هذا الاشي مستحيل يعني من مره.
هي انت ما بتعرفي شكلك، تعالي انزلي لهون، انزلي انت، ما بصير فيك اي اشي اذا بتشربي هاي، ما راح تموت. يلا اشربي واحدة منهم. يلا خلينا اشوف. اوه شو هذا، اختفت المية والله، هيك حسك انه يعني صرت اشوف شكل احسن. وهي صار معي كمان بكات اسفنجية، بيو هيها بتجفف، يلا حط منها حط منها. يلا يلا خلينا حط في هذا المكان. شايف كيف يا شفا، الماء رائع جدا، واحلى اشي الواحد يلعب في المياه ويسبح. يلا جفف جفف البحيرة عشان نسوي المهمة الواحد. يعني انا دخلت بحفرة شفا المية، بس صديقي دخل، او مو صديقي، هيك واحد لقيته بالشارع دخل بشفا النار. اوه شفا النار، هذا اكيد الان رح يروح على النار لانه شرير رح يكون. خلاص خلاص انت المهم صرت طيبة. نعم اهم اشي انه انا صرت مائية وطيبة، هو شكله صار ما بعرف ايش. طيب المهمة الاولى سويناها، المهمة الثانية تجميع 5 حبات دايموند، ولكن تعال خبرك هذا الاشي مستحيل لانه احنا مرتفعين عن سطح الارض. اوه شكلك ما بتعرف كيف راح ننزل، انا عندي الطرق تبعتي، بس اول اشي علشان تكسري انت الدايموند ايش بتحتاجي؟ اتوقع بحتاج سيف. سيف؟ غلط غلط، شو سيف؟ لازم تشغلي عقلك، شغلي عقلك يا شفا. هيو مثل هذا طلع زي هذا السيف، بقدر اكسر بقلب الدايموند، هذا بكسر كل شيء. خطأ خطأ خطأ، انت بتحتاج لبكاكس مائي. بكاكس؟ والله البكاكس هذا اشي غريب، اول مرة بسمع. المعول. نعم المعول، ولسه انت علشان تطيري شوف ايش رح اهديكي، هذا التنين. تنين؟ يا سلام. خدي خدي خدي، هذا لازم يصير صديقك، انت يعني شاطرة كثير وبتعرف كيف تروض التنانين. نعم هاي بدي طعم التنين من هذا السمك. بيو حبك هذا التنين وصار صديقك. اتوقع نعم، خليني اجرب اركبه. لا لسه ما بقبل، لازم ايش اركب عليه السيرج مثل هيك. طلعوا هاي السيرج صار راكب على التنين، هي صار غاضب شوية، اجرب اركبه. يا سلام اطلع. واو بتعرف انك انت بتقدر تطلعي ماء 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 ماء، واو بتقدر تعبي الدنيا مياه. هي تعالي معي يلا. قلك كيف فينا عم بطلق المية، 1 2 3. اوه والله اشي رهيب كتير كتير. يلا يلا انا قادمة لعندك، خليني الان بدي اضلني نازلة. وين وين الكهف موجود لحتى نجمع الدايموند؟ الكهف موجود، اتبعيني اتبعيني يا شفا الماء، انا رح اوديك على الكهف. يلا من هذا الطريق جاهز حتى ننزل الان. يلا هاي بدي اصف التنين في هذا المكان، وهي نقاد ملئلك. اتوقع انه هذا الكهف كتير كويس، اتطلع هاي في يعني ريدستون هون وفي تشعبات كتيرة. واو والله حلو كتير، تعالي تعالي معاي شفا، انت لازم تكسري. اوه شو هذا، انت بتعرف ايش اسمه؟ نعم اخبرتك هذا الريدستون، ولكن هذا ضعيف، التحدي انه الاقي 5 حبات دايموند. دايموند ايه شوفي شو هذا الاشي، تعالي. ايه استنى استنى حط الاسفنج. يا سلام استنى نشوف دايموند. يلا هاي انت جمعت واحدة، هاي تنتين، هاي ثلاثة، هاي اربعة. لا بدنا كمان واحدة. اوه كمان واحدة، يلا عادي عادي رح نبحث عنهم. شفت كيف بسرعة بسرعة احنا وجدنا الدايموند. تعالي رح اخد هذا الحديد كمان زي هيك، انا بدي اجمع كل اشي موجود. نعم هي تعال تعال من هذا الطريق، خلينا ندور وبنفس الوقت نكسر بجانب بعض يعني مثل هيك. يلا كسر شي بجانبي. يلا يلا هنا بكسر، بوم بوم بوم. وين رح ننزل الان، معقول نلاقي دايموند؟ لا تدور على ارتفاع هابط، لازم يكون الارتفاع تاعك 11 لانه هذا هو افضل ارتفاع لانك تلاقي دايموند. واو اه والله كلامك صحيح. يلا ايه لافا لافا لافا، اهرب اهرب. وين اللافا؟ لا لا لافا لا، بعد بعد بعد. ايوه هي هون في فحم، في والله شغلات يعني حلوه بهذا المكان، بس دور دور على الدايموند. تعالي تعالي حتى نعبر هذه النار زي طلع. هيك احنا ما بنحب النار. تعال تعال شوف تعال. اوه شو لقيتي انت؟ هذا المعدن، اتوقع انه هذا هو، استنى اتذكر، الايميرالد. ايه لا لا هذا اسمه ذهب ذهب ذهب، هينا اخذته. طيب يلا كويس كويس، خلص هذا الفحم والشغلات التانية ما بتلزمنا، ناقص. تعالي معاي يلا انا وراك، ناقص علينا فقط حبة دايموند واحدة، انا معي 3 انت معك واحدة صح؟ اقتربنا. ايوه انا معاي واحدة، ضايل معانا يعني الان ضايل لنا واحدة ورح نكمل المهمة. انا حاس في هوني في كتير. يا حبيبي يا حبيبي اطلع، استنى نعيدها. واو استنى. واو لا 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 انزل انزل للاسفل، حط حط خدي خدي
شوفي شوفي انا معاي بلالين المي، يلا خلينا نعبيها زي هيك علشان نشيل اللافا. ايوه لا حتى الدايموند تاعنا ما ينحرق. استنى شوي، خلاص توقف توقف. ايوه لا كانت تروح تنداب. واحدة تنتين هاي ثلاثة، استنى هاي اربعة. وال كثير كثير هذا، وال والله عدد كبير جدا. كم حبة؟ انا معاي ثمانية، انت كم واحدة معك؟ معاي حبة، صار معانا 9 حبات من الدايموند، عدد كبير، وما فقط طلب واحدة، صار معنا الضعف تقريبا. طلبوا منا 5، نعم تقريبا صار معنا 9، يعني 4 حبات اضافية. يلا تعال تعال اتبعني، خلينا نضلنا طالعين من هذا المكان ونحفر للأعلى. يلا 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 احفر يا شفا الماء. هينا وصلنا الى الكوكب، والان في عنا جائزة. تعال تعال نشوف. اوه هي اللوحة اختفت وفي هذا الصندوق. شو فيها؟ ايه كل اشي مصنوع من الدايموند المطور الغالي كتير. شو هذا؟ طلع هذا السيف اللي بيطلع من القوس قزح يعني. اخي لا 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 قلب واحد. شايفة شايفة كيف؟ هاي خدي خدي اشرب من هذا. دور علي دور علي. اختفيتي انتي بتتخبي؟ خليني اشوف. هاي انا شايفك مختفية كيف؟ لان انا شربت مشروب الطاقة، اشرب واحد زيه. خليني اجرب اشرب كمان واحد انا زيه. خليني اجرب، مش قادر اشرب منه. نعم ما بتقدر، فقط لازم تكون قوي مثلي. يلا الان انا بدي ايش اسوي؟ بدي اضلني مخفية، وانت ايش تسوي؟ خليك في هذا المكان. واو واو طيب ماشي يلا روحي روحي يا شفا. يلا ايوه دخل. وانا ايش بدي اسوي؟ بدي اجلس في هذا المكان، بدي اراقب. لا 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 لا، يا سلام، واخيرا هي الكوكب تاعي صار جاهز. طبعا انا هو محمد الناري، وانا نم 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 نم. يا شفا نم 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 نم. يا شفا هي مين هذا؟ مين هذا؟ مين اللي بنادى علي؟ ما بدي اصحى. اصحي انا اخوك محمد، اصحي يا عويلي. ايه شو بدك؟ شو بدك؟ ليش بتضلك تنادى علي وانا نائمة؟ لانه احنا عائلة النار، اطلع علي كيف النار عم بتمدني بالقوة، ولازم احنا يعني بساعات النهار نكون بنسوي الاعمال الشريرة. اعمال شريرة؟ تعال شوف انا ايش سويت. تعال تعال انزل لتحت لهون، طلع جبت لك هدول وانا نائمة. يا سلام شو كل هدول؟ هاي ليش انا علقت في هذا المكان؟ بدي اطلع. اسكتي اسكتي ما بتطلعي، انت في هذا المكان لانه احنا بدنا نجرب النار عليك. انت مبين عليك رجل طيب، طلعني من هذا المكان، طلعني. يا ابني تعال لهون، طلعني من هذا المكان بحبيبي. انت بعطيك لحمة ببلاش، انا لحام. انت لحام؟ خد لك هاي خد لك هاي. يلا موت يلا موت يا كلب يلا. الله لا يوفقك، والله انك انت مش كويس. اي ليش بتحرق فيني؟ ليش هيك؟ لانه انا ناري. يلا هيني دمرته. وجاهز انت لتموتي يا فتاة؟ ايش؟ اي لا 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 تضربوني لا تضربوني، حرام والله حرام. يلا حرام اضربيها. حرام عليكو حرام عليكو، تركونا تركونا. هي اسكتي يلا ابتعد ابتعد، بلاش اضربك انت. ابتعد، ما بدي ما بدي، انت الك القوس هذا خود. اوف طب يلا يلا انت بالسيف وانا بالقوس، يلا خدي هاي بيهو. اي يا كلب شو هذا؟ اسكتي يلا زي هيك. يلا الله يوفقك ان شاء الله، انت وعد شرير. اي خلص صاي ما ضل ولا اي حدا. يلا الان انت خليكي، ولا بدك تيجي معي اليوم على الاعمال الشريرة؟ هي بدي اجي معاك طبعا، شو يعني مفكرني انا فتاة صغيرة؟ انا قوية، هيني صنعت دروع من صنوعة من النار وسيف علشان اقاتل اي واحد بيطلع في وجهي. نعم يلا طب يلا امشي، اي كوكب بدنا نروح؟ الاصفر ولا الازرق ولا اي واحد بدك؟ خليني أشوف. واو والله هذا أصفر حلو كتير، بس هي أنا ما بدي ما بدي أنزل، لأنه شوف محطوط هون هذا العلم، أنا ما بعرف من أي دولة هذا، اللي بعرف اكتب لنا بالتعليقات. هذا علم سوريا مكتوب عليه الله أكبر. يلا امشي. إيه لا هذا علم المغرب. المغرب؟ لا علم العصر. هي خلص خلص مكتبولي بالتعليقات، أنا ما بعرف بالدول العربية. يلا خلينا الآن، بدك تدخل على هذا المكان ولا شو؟ هي أيوة بدي أدخل لهون. هي مين هذا؟ في شخص بالأسفل، تعال تعال نسمع مين هذا. أوه شو هذا؟ مين انتو؟ شو بتسوون؟ شو بتسوون؟ احنا هم عائلة شفا النارية. استنى اطلع يا شفا النارية، مثل صورك ولكن مائية. استنى انت عائلة المية ولا شو؟
أنا من عائلة المي طبعاً، أنتو مين؟ أنا هو، إي أبو شفا المائي، شو بتسويون عندي؟ شو بتسوي؟ إي أنت اليوم نهايتك راح تكون، خد لك هاي، إيه؟ آه طلع كيف، والله أنك ضعيف، خبط السام في نفسه، ما بتعرف إنه عندي أنا حماية داخل كوكبي؟ حماية داخل كوكبك؟ تعال تعال هيدا أطير، آخ والله ماني أعرف أطير يا مجنون، فضحتنا قدامه، فضحتنا، شوف كيف بتهبل عليك، أنت مش قوي يا أخوي، مش قوي. خد لك هاي، ليش هيك عم بيجوا في الضربات يعني؟ أقدر لك أنه أنا عندي حماية، أنا عندي حماية قوية ضد النار وأنت ما عندك. هاي يا شفا، فرجي القدرات اللي إليك وفرجي إنه النار أقوى من المية. هاي ما في طريقة حتى الموت شكله، ما في طريقة. ما في طريقة أبدا أبدا، حاولوا تجدوا الحال حتى أنا لقيت الحال في هذا السيف. يلا هاي أنا بعرف كيف. طلع يعني هو عنده حماية نضرب ضد الغير، بس شو رأيك أنا وياك نحفر تحته وندبه من الكوكب أو نحط تحت لافا؟ أيوة لافا، عندك لافا؟ حط لافا بالأسفل، تعال 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 حط لافا وأنا بكسر تحته، انزل حط لافا. تعال تعال معي، تعال ساعدني هاي زي هيك، وين ما هو موجود؟ أي بلوك تماماً، فقط حطه هنا على الأرض واللافا الحالة رح تتوزع. اوه يلا زي هيك، خلينا نشوف، هيك رح ينحرق. أتوقع هاي جاهز أنت لحتى تموت؟ اموت؟ ما راح اموت، ضلك جرب اضرب فينا على الفاضي. اي اخ هاينا قتلناه. يلا تعال تعال الان ننضد رايحين على الكواكب التالية. بتفكر عائلة شفا المية انها اقوى من عائلة شفا النار؟